ده واهميه السمسميه لحضرتك والكل عازف سمسميه ايه في مدن القناه؟ السمسميه هي تراثنا، هي لسان حالنا اللي بتحكي عن كل شيء يخص البورسعيديه ومدن القناه. الله. خاصه ومصر عامه تراث اصيل واحنا محافظين عليه وارثينه من اجدادنا ومن ابائنا وبنورثه لاولادنا. طبعا ده غير ان احنا كمان استخدمنا السمسميه كاداه للمقاومه والكفاح، ودي اللي ميزنا عن اي حد. السمسميه شاركت في كل المجالات يعني في الافراح بتشارك، في الايام المقاومه كانت بتشارك بالكلمه واللحن والغنوه، بتشارك في الهجره كانت في النصر في الهزيمه، كل مجالاتنا بتشارك السمسميه. طبعا حضرتك بقى لك كام سنه بتعزفي؟ لا بقالي كتير قوي يعني حوالي 50 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. أول عازفة في مصر طبعا وفي العالم، ومن أسرة فنية كلهم بيعزفوا وبيغنوا. واحنا بنعرض جزء من فرقة حضرتك طبعا على الهواء، لسه بتروحوا لغاية دلوقتي تعزفوا في أماكن وكده؟ طبعا على طول بنعزف، احنا مستمرين ومحافظين على التراث، وبنعزف أسبوعيا كمان في أماكن معينة، ومش بنبطل يعني حتى بنورث لاولادنا، فاحنا شغالين على طول في السمسميه وفي الحفلات الاجيال. جميل جدا. السمسميه موجوده في اماكن تانية يعني، سمعنا في اماكن تانية في الوطن العربي برضو، لكن ايه اللي ميز السمسميه بتاعتنا عن اي سمسميه تانية؟ لا السمسميه بتاعتنا خاصه مدن القناه مميزه يعني، هي موجوده في جميع في مثلا في ينبع، موجوده في الاردن، موجوده في البحر الاحمر، في الصعيد، في موجوده في السعوديه كمان في جده. لكن السمسميه بتاعتنا لها دقه معينه ولها الحان مختلفه، وبعدين اللي بيفرق برضو ان هي بتعبر عن الاحداث اللي بتحصل في بلدنا، مش مجرد آلة بنغني عليها طبعا. اي حاجه لا، هي بتوثق كل لحظه بتمر بينا. انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا والف الف مبروك تزويج السمسميه، وفخورين بيكي وبفرقه حضرتك وبحرصك انه تفضل التراث العظيم ده مستمر وممتد للاجيال القادمه. بشكرك شكرا جزيلا. فاطمه مرسي اول عازفه سمسميه، بقى لها 50 سنه بتعزف سمسميه ولسه محافظه على كده. مهم قوي ان اشارت الى انها بيعلموا اجيال جديده.